عشان كده الليل احنا هنطلع فيه كله والله. شفت اللي عملته في النادي كله هنطلع فيه. في سؤال هنا بس انا ما حسأل. في سؤال بس انا ما حسأل. مكانه وين؟ يو السلام عليكم ورحمة الله، رجعت لكم تاني مع أبو عثمان داقي جرس والليلة معانا محمد شرقاوي. الأخبار والأمور الجديدة الحاصلة كله تمام يا مان. It's all good. لأول مرة احتمال لآخر مرة هنعمل فيديو بتاع reactions. أنا سألت الناس على تويتر، قلت ليهم البرامج اللي نحضرها في رمضان طف علينا الضغط شنو؟ أول برنامج we are going to react to اللي هو برنامج عليك واحد. عليك واحد باختصار شديد برنامج جديد أوريجينال جدا، ما حصل قبل كده اتعرض على التلفزيون فكرة زيه. أنا حضرت منه، يلا عشان ما نكذب، حضرت منه السيزون الفات بتاع السنة الفاتت، حضرت منه كده حلقتين تانيات. أي ده سيزون تاني خير؟ أنا قالوا أول واحد لما أول مرة يكون شوف حاجة لا لا this is the second season. طبعا الفكرة قريبة جدا جدا خالص من برنامج بتاع رامز قرش البحر ولا اسمه ولا لا لا شبه ده كان من كم سنة رامز فوق الجو رامز it's the same idea same basic idea. حتى البداية بتاعتهم اللي كانت تحت السنة الفاتحة تبدأ كده أنا ولا نجمتنا هي الليلة بسبوسة بالقشطة كنافة بالمكسر والله ما مكسرات صدق حاجة كلها كده بس حلويات في حلويات. بعدين شوفوا بداية رامز بتبدأ كده النهاردة يا جدعان معانا فرد اسكندراني جامد أنثى متفجرة مزة تقيل الشعر يا جدعان كنافة بيتي الوش سلطانية أم علي. تشابه غريب سبحان الله سبحان الله happens. نحن هسه حاليا we are going to react to a season بتاع السنة دي نت بقى سنتين ثلاثة كده give it a couple years عشان نشتغل. عبيد مكانك يا ظريف الكاميرا ما تعمل حريف ارفع ايدك يلا ابتسم عليك واحد مقلب خفيف مشهور على نفسك يا باشا ما تشيلك نفخه غشاش مشهور على نفسك يا باشا احتفظ بحقك عشان كده الليل احنا هنطلع فيه كله والله. شفت اللي عملته في النادي كله هنطلع فيه. كمان الدنيا رمضان يا عم الناس صايمين شنو. طيب ليه؟ أنا بس دافع وليه أصلاً يضربه برصاص بالمناسبة؟ سعيد يضرب صورته برصاص ليه؟ This is very aggressive. في شوفة بيهتروا حياة دي بالمناسبة سعيد كواليتي بتاعت التصوير تراش الكلر الوايت بالانس ضارب مويه يا أبو المويه يا زول يا زول تمثيل ظاهر إن شاء الله خير شحابك نورد يا عبيب هنا كان قاعد بعيل للكاميرا بعدين تقنعوني إنه ما شايف الكاميرا like he is literally لا 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 he looked at the camera. ده مصر اوكي انا هعمل سكيب للكلام الكثير يعني اليوم كلام كثير يعني اوكي دقيقه عندي يا شيف اوكي دي ودي بيعلموا الناس كيف ان اول حاجه يكسروا العربيه اللي هو نفخ البدايه ده نفخ نفخ طيب لكل الناس يعني اذا عندك عربيه عايز تقلبها عايز تاخدها ايناي هم هيعلموك كل حاجه كيف تفتح العربيه عايز تلبس واحد قضيه طب اشرحوا لك ايه بالتفاصيل طبعا This is highly very interesting. شوف شوف على القاعدين بيهبشوا في الزبالة يا حرام عشان يوروك البلد دي كئيبة يا تدري رغم إنهم صوروا لهم في شارع محترم وشارع ظريف وأي حاجة لكن منو مشهور ما بيجوا لابسين مدني. الكبسة طبعا. الله. بتاع شرطة وداخل له كبسة بسلم على الناس في يدينهم. كيف تمام؟ الحمد لله حنزعجكم بس حنفتش لو ما كانش فيها ازعاج. وين ممكن تدخل الشركه؟ نعرف يا رجاله. يمكن هو اصلا تدخل هنا اول ما يفتح الباب كده يقول لهم وين المدير بتاع الشركه دي؟ مش يسلم عليهم في ايديهم كيف تمام؟ الحمد لله. اول حاجه كلام كثير ما بينفع معي. انا حاسس يسلم عليه في يده ويسلم عليه ثاني ليه يعني؟ لا دخل بكره جاري التفتيش. وسايق سايق وين؟ ما اعرف والله مش قبيل كان جنب العربيه يعني و... اي فجاه وسايق وماشي وماشي و... كميه صرف البنزين اللي انت قاعد بتعمل فيه ده دي مخدرات سابق يا زول سابق يا زول دي مخدرات ها بتقولوا في البلد صح عامل لي فيها اعلامي وبشور بتاع صح ها كيف ما عربيتك يعني كيف ما عربيتك ايه ده بقيت التراجع ما دارين نحضر اوكي في خبرين خبر حلو وخبر كعب
الخبر الحلو انه البرنامج ده تم توقيفه على حسب الخبر اللي انا سمعته امبارح بالضبط. الخبر الكعب انه ده برنامج في ناس كده يجوا قعدوا في الطرابيزه. ها فكرتك خطتك الرمضانيه لهذا الشهر شو؟ والله ايش انت عمرو جلال عجبني الفكره أيوة. طبقها زي ما هي كده بس وهم بس اغير فيها شويه ولا حتى عبد نفس الاعداد. جود ايديا جود ايديا. يعني احنا حنجيب انفسترز وحنجيب معلنين يعلنوا في البرنامج ده حيدفعوا قروش عشان اعلنوا في البرنامج لانه دي فكره نفاذه فكره عظيمه جدا ما فزل جابها قبل كده مبالغه بس رامز ما أبو قالت حاجة مهمة جدا جدا خالص قالت أنا شايفة إنه يكنسلوا S24 دي كفاية فضائح هعمل جائزة ما أبدي ما أبي أنت تاخذ جائزة أحسن 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 كومنت هنا في تويتر ككل أحسن واحدة ما لقي حاجة عنده ما لقي أوبشن وتشوف حاجة يقول خلاص دي أحسن حاجة أحسن ما في مشتحية غير أحسن أي في نهاية بقول لكم شكرا لكم للمتابعة انتظرونا الخميس الجاي بمشيئة الله معاذ عثمان محمد شرقاوي داقين جرس سلام عليكم يا رايش شنو في التراش ده اللي